اسمي فولوديمير باليبيردين. أنا رئيس قسم الفنون الزخرفية وعضو في الاتحاد الوطني للفنانين والمصممين ومنظمات أخرى. عملت طوال حياتي كفنان في الفنون الزخرفية. ربما مثلي هو مثل العندليب الذي يغني لأن ذلك طبيعته وليس لديه خيار سوى الغناء. أحب عملية الإبداع فهي تلهمني حقا. أضع لنفسي مهام وأخذ المادة الخام وأعيد تشكيلها، الزجاج والزجاج المعشق وتقنيات صهر المعادن، النحاس، البرونز، الميليشيور. هذه هي مجالات عملي. في بداية الحرب بدأ أن كل هذا لم يعد صالحا لأن كارثة رهيبة جاءت ولم يعد أحد سيرتدي المجوهرات بعد الآن. في البداية جلبوا لي خراطيش صغيرة من بنادق ومدافع رشاشة وما إلى ذلك. بعض هذه الخراطيش كانت تعود إلى الحرب السابقة وأخرى كانت مجرد تذكارات. بدأت في صنع مجوهرات منها والعديد من أعمالي انتشرت حول العالم. الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن البيع قدموا إحدى قطع مجوهراتي في مزاد وربحوا 900 دولار لها، وهو ما يعادل 35 هللفة هريفينيا. تم تخصيص كل الأموال التي تم كسبها لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. في عيد ميلادي أعطوني علبة قذيفة وقالوا حسب الأوقات، هكذا تكون الهدايا التي تحصل عليها. الناس مختلفون، بعضهم يريدون تذكر هذا الوقت إلى الأبد، والبعض الآخر لا يريدون رؤية أو سماع أي شيء. يقول البعض إن علينا التفاوض مع الروس. قال لي صديق إيطالي إن الفرنسيين سرقوا منهم منطقة كبيرة أصبحت الآن تابعة لجنوب فرنسا، ولا بأس فإنهم يعيشون بشكل طبيعي. حصل حدث رهيب أثر علينا جميعا. الحرب أمر فظيع لا ينبغي أن يتكرر، والأشياء التي تغطي أرضنا الآن يجب إما أن تدمر أو يعاد تكوينها إلى أشياء جديدة. إذا نظرت إلى الأماكن التي حدثت فيها المعارك فقد لا نتعرف عليها الآن. الأشجار قد نمت هناك، العشب والأدغال، لكن هناك ما زالت أشياء مميتة لا يمكن الدخول إلى الغابة. هناك ألغام وقذائف غير منفجرة. يجب علينا إعادة التفكير فيما حدث لنا حتى يتذكر أحفادنا أنه حسب الأوقات هكذا تكون المجوهرات. لذلك أفعل ما أستطيع بكل قلبي، أتمسك بالأمل في النصر. شخصيا أصبحت أرى عظمة أوكرانيا وأمتنا. في السابق كنت أعتقد أن بلادنا أسوأ من أي مكان آخر في العالم. تخلصنا من فقر صارخ وكان يبدو أن كل شيء خطأ. بعض الأشياء يعمل بشكل غير صحيح والبعض الآخر لا يعمل على الإطلاق، لكن هذه الحرب أظهرت أننا لسنا الأسوأ بل نحن من بين الأفضل.